سؤالي أنا بالنسبة، أنا كمواطنة يعني مش موجودة على جبل عرفات ولا موجودة في الحج، أنا كمواطنة بقى مسلمة في أي مكان في أي دولة عربي، إلا أنا ممكن كمان في وقت الحج أستفيد بيه؟ المسلمين في كل مكان لازم مش تحس بهذا اليوم، أنت المفروض تكون تصوم العشر أيام أو تسعة أيام بتوع ذي الحجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل شيء أنك أنت تصوم يوم عرفة، أقل شيء أنك أنت تصوم يوم عرفة. صومك ليوم عرفة أعلى أجر، أعلى أجر، الله يتكفل سبحانه وتعالى بنفسه بأن يثيب عباده عليه هو الصيام. فتخيل أن ربنا هيجزيك أنت وهو اللي هيديك لصومك هذا اليوم. طيب أنا شايف، أنا شايف، طب ليه أنا ما أعملش أجمع الناس زي ما الناس مجموعة في عرفات، أجمع أهلي، أجمع أولادي، أجمع بيتي، أجمع سكان العمارة، أجمع الشارع في المنطقة، نذهب إلى منزلنا، نذهب إلى المسجد كما تحب وكما ترغب وكما يطرا للجميع، ونقيم هذا اليوم اللي احنا صايمين فيه طول اليوم صايمينه، نقيم هذا اليوم وكأننا في عرفات، نذكر الله سبحانه وتعالى. ومن بداية عرفات اللي هو من أول الشمس، شرقة الشمس، وكأننا مع الحجيج يعني، وكأنك مع الحجيج، بس التزم بما يفعل الحجيج. معناها ايه؟ معناها تقرأ القرآن، كل واحد يقرأ ربع، معناها تذكر الله، كل واحد يذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى ولو في جماعة، يعني يقول ويردد زي ما الناس بتردد يعني الأدعية والابتهالات، ثم نصلي في جماعة ولا ننام هذا اليوم، لا ننام، ما ورد عن النبي في هذا اليوم، والنبي كان يحب، كان وقت الظهيرة ينام، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نوم في هذا اليوم. فطول هذا اليوم وكأنك في عرفات مع هؤلاء الناس، وضج إلى الله بالدعاء مثلما يضج الناس، وضج إلى الله، عندك فرصة أكثر، وضج إلى الله بالدعاء بعد أن تصلي المغرب وتنتهي من صلاة المغرب، ضج إلى الله بالدعاء من صلاة المغرب حتى صلاة العشاء، هم لا يتأتى لهم هذه الفرصة، ضج إلى الله مع أهلك بهذا الدعاء. وأعتقد أن ده أفضل ما يمكن لمن لم يكتب الله له ثواب الحج. في ظني الحسن بالله أن من أراد ومن كان في نفسه ومن كانت نفسه تواقة إلى حج بيت الله ولم يحج، فإنه قد حج بهذا العمل وأخذ ثواب الحج إن شاء الله.